هذا هو قسم الحضانة في مستشفى كمال عدوان في غزة. يرقد فيه أطفال لا ذنب لهم، يعانون. قدرهم أنهم ولدوا في زمن العدوان الإسرائيلي على غزة. إنهم ضحايا سياسة الحصار والتجويع الإسرائيلية لأهالي القطاع. سوء التغذية قضى على حياة عدد منهم. احنا في الأونة الأخيرة استقبلنا حالات جفاف حادة جدا وسوء تغذية، وصل عدد الوفيات 13 حالة وفاة بسبب الجفاف وسوء التغذية، وكذلك استقبلنا أطفال يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب مراكز ينقذونها في مكان ينقذونها في مراكز اللواء التي تفتقر لكل أنواع ومكافحة العدوى. ليس نقص الحليب فحسب هو السبب، لكن أمهاتهم لم يحصلن على ما يكفي من الغذاء أثناء فترة الحمل، إذ فرضت قوات الاحتلال حصارا خانقا على عبور المساعدات الإنسانية إلى القطاع. هي سياسة الإبادة الجماعية، هكذا يسميها مسؤولون أمميون. أنا جدة الطفل غسان العطري، أنا أجيت أنا عند نقص في المناعة من كلة التغذية اللي أم فترة الحمل بقتش تتغذى فيه، ويعني فيش حليب بالمرة في القطاع، يعني أجيت أنا بالعافية أخذت نتفة حليب من المستشفى هاي كمال عدوان. لا يقتصر الحصار الإسرائيلي على الطعام، بل يشمل المستلزمات الطبية والوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات. ترك حضانات الأطفال في مستشفى كمال عدوان تعمل بالكاد. وفي ظل هذا الوضع الصحي المتدهور، يحذر أطباء في المستشفى من أن مزيدا من الأطفال معرضون لخطر الموت.